انت اكيد مو ناوي على خير. هات المفتاح من ايدك. ايه انا مو ناوي على خير صح، بس ليش؟ لاني لهلا بحبك. قلبي تركته عندك من زمان، بترجاكي فهمي علي. مستحيل نقدر نرجع مثل الاول. انا ما اذيتك بس انت اذيتني. بعد هالوقت جاي تطلب نرجع لبعض؟ لوين رايحة عم نحكي؟ وقفي هون، وقفي. فينا نبدأ من جديد. أنا ما عاد بدي نفترق عن بعض. جميلة بوعدك إني رح أتغير ورح تشوف هالشي بعينك. القدر عم يجمعنا مع بعض مرة تانية. حرام لا تعنديه. طلعت الصياد من حياتك مو صدفة أبدا، طلعت هالغربة من حياتنا مو صدفة. هذا قدرنا، هاي فرصتنا حتى نفتح صفحة جديدة ونبدأ من الصفر. لا تحرمينا من بعضنا جميلة، حرام نضيع اللي ضل من عمرنا بالخناق والفراق. بترجاكي طوعيني جميلة. القدر عم يعطينا فرصة ولازم ما نعنده، مفهوم؟ القدر ما هيك بده. خلص اتركني جميلة، مرعوبة منك. يلا روح من هون، بترجاك اتركني بحالي مشان الله. روح من هون، بعد عني، بعد عني، بعد عني. جميلة افتح الباب. لا لا تقرب. علي علي، معناها انت بتحبي للصياد؟ تعي لهون. شو هو احسن مني؟ ها هو كمان خان مرته مع عشيقته وبعدين قتل عشيقته بعد ما توفى ابنه. جاوبيني، ها هو كمان خريج حبوس؟ ليش حبيتي؟ ها رجال اكثر مني مو؟ ها ردي علي، ليش بدي يعني نرجع لبعض؟ فوق ما اجيت لعندك استسمحك؟ ها لاني بخاف منك، عششت الخوف جواتي، خلتني اكرهك. اتركني اتركني، ما بدي اياك. جميلة اتركني بقى. جميلة روح روح مشان الله، روح من هون. لا علي لا، اشتاق لك وما فيني اعيش بلاكي حبيبتي. يا عمري جميلة، كل شي رح يتصلح يا روحي. انت بس وثقي فيني هالمرة، لا تخافي مني، بوعدك رح عيشك عيشة الاميرات. لا تعنديني جميلة، صحصحي صحصحي. يلا حياتي لا تعندي علي، يلا نحن لبعض طول العمر. جميلة جميلة، القصة ما لها على كيفك، رح نرجع لبعض فهمتي ولا لا؟ بعد عني انتي مرتي وطلقنا وخلصنا. بعد عني مشان الله، بعد عني. شو فيها اذا طلقنا؟ نرجع نتجوز، نرجع نكتب كتابنا. Thank you.
شفتك وقتها اجيت لهون بابا. ماما؟ 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 روح يا أمي، خليك بريا. أبي ضرب أمي ووجعها، حتى إنه جرحها كان قاسي كتير. كنت متأكد إنه عذبها لأني شفت الذنب والخجل بعيونه. بس شو عمل وليش جرحها لأمي ما كنت أعرف، وما بظن إنه أبي كان بيعرف، حتى أمي ما بتعرف. كنت حاسس بالوحدة عم تمشي بعروقي مثل النار اللي عم تغلي، كانت عم تحرقني من جوا وعم توجعني كتير. Thank you.
ألو، كارولين خانم؟ إيه أنا. في شخص سأل عنك وقال حابب إنه يشوفك. مين؟ ثانية إذا سمحتي، حضرتك مين بتكون؟ أنا اللي اشتريت منه السفينة. حضرته البيك اللي اشترى منك السفينة. طيب خليه يستنى شوي. مرحبا. أنا هلأ بدي مصرياتي. جوزي خلى السفينة 100 شقفة. ما دخل أنا، ما ركبت سفينة ولا عمل فيها حادث. أنت ناوية تجنينيني يا مدام؟ ما رح خليكم تصبوا علي بالمرة. السفينة مأمنة عليها وشركة التأمين هو رح يدفع لك مو أنا. جوزك أصلا ضرب السفينة بالشط وفي شهود والشرطة هيك قالت. بهالحالة التأمين ما بيتدخل. أنت اللي رح تدفعي لي التعويض أو حتى جوزك، أنا ما بتفرق معي، المهم بدي حقي. بس بتفرق معي أنا لأني ما رح أدفع لك أبدا. رح أرفع عليكم دعوة واشتكي للشرطة ورح أخذ كل قرش دفعته وانتوا عم تضحكوا وتلعبوا. بقدر أعرف مين خبر أنت إنه أنا نازلة هون؟ في شخص بيعرفكم اتصل وخبرني. شو بيكون اسمه؟ من وين بيعرفني؟ ما قال لي، شو دخلني؟ أنا بدي مصاري وبس. مع سلامة. قريت ادعائك ونحن رح نقوم باللازم. ولمعلوماتك علي أكارسو مدعى عليه بأكثر من شغلة ولهلأ ما لقيناه عم يهرب، وادعاء حضرتك رح يصعب عليه الموقف كتير. مع هيك نحن ما رح نتعامل معه غير بالقانون، وإلا ما يجي يوم ويوقع بين إيدينا، وإذا بيفهم بيجي لحاله وما بيعذبنا. وهلأ ما في داعي تستنى هون، إذا صار معنا شيء من خبرك. أنا بتشكركم كتير. رايح لعنده بركي بلاقيه هالمرة. طيب ما بتعرف ليش عم تبكي؟ ما بعرف لأنه ما عم تخليني فوت بنوب. طيب يا عمري، أنت استناني هون لبين ما فوت لعندها وأعرف شو بها. أمي؟ أمي شو صار لك؟ أمي شو صاير؟ أمي؟ أنت منيحة؟
يلا احكي لي. شو صاير؟ أمي عم تبكي. شو عم تحكي؟ أمي، أمي حبيبتي، ماما، يلا حاكيني، قومي أمي. مين عمل هالشي؟ بابا، بابا هو عمل فيكي هيك؟ تركوني. أمي هيك ما بيمشي الحال، لازم ناخدك على المشفى، الدكتور لازم يشوفك بسرعة. تركوني تركوني تركوني. يلا مجد خلينا نطلع. أختي مجد اطلع لبرا يلا. ليش قلتي انه البابا عمل فيها هيك؟ لاني شفته على الطريق. على اي طريق؟ على طريق بيتنا؟ ايه، وانا جاي على البيت شفته وكانه طالع من هون. اكيد هو، هو اللي عمل فيها، ضربها لامي واستغل غيابنا. وانا كمان شفته. وين شفته حبيبي عثمان؟ كان نازل على الدرج، كنت عم بلعب بالجنينة، شفته طالع من البيت، طلع فيني بس ما حكى معي ابدا. قلت لك اني شفته وانا راجعة، كان عابس ووشه عم ينقط سم. مجد لا تتهور، ما بنعرف شو صار بيناتهم. انا بعرف شو صار. اخي طول بالك بلا ما نكون بشي ونصير بشي تاني. مجد مجد استنى، وين رايح؟ يعني ما حدا منكم شافه من امبارح؟ والله ما شفناه ولا انا. طيب اسألوا مرتو. ما انا هون. شو هاد؟ على مهلكم شوي رح تكسروا الباب. بينكسر، ليش في مشكلة؟ اي طبعا ما في مشكلة، كرمالك منكسره. كيفك؟ سمعنا باللي صار معك. وشو اللي سمعته؟ لا شو هالسؤال، معقول نحن اهلك وما ندرى بالحادث اللي صار معك؟ عن اي حادث عم تحكي انت؟ عن الحادث اللي صار بالسفينه. اها. ما كان عندك سفينه وعملتها مطعم مدري كازينو، ما عملت فيها حادث؟ ايه صح مزبوط، عملت فيها حادث. انت منيح سلفي؟ ايه منيح. وين كنت علي؟ مالك ببيتك والشرطه رايحه جايه بدها اياك، وين كنت؟ شوفك ساكت، يلا احكي. امي هون ما هيك؟ بأوضتها عم تصلي. تمام بعد. مالك شايفه كيف دعسوا وفاتوا ببطل وصيخ؟ كأنه أنا خدامي بهالبيت هاد لك كمال. شو عامل هالمرة؟ لازم تندر لك شي ندر، طلعت منا على خير.
أمي. شو؟ أمي. شو في علي؟ شو صاير معك؟ سامحيني أمي، سامحيني. أنا ولد ما بينرفع فيه الراس. غلطت كثير بحياتي أمي، كثير. للحق حكيت كله صح، بس عم فكر يا ترى شو اللي خلاك تجي لعندي وانت بهالحالة وتحكي؟ في شي مصيبة؟ ها؟ احكي لي لشوف علي. أنا شو اللي عملته؟ هلا شو بدي أعمل؟ كارولين تركتني وراحت. طلع فيني علي. احكي لي شو عامل هالمرة علي؟ اصحك تخبي علي. حاسسني قلبي انك عامل شي مو منيح. صرت متأكدة انك عامل عملة سودا. امي. انا ضربت جميل وكثير عذبتها. صدقيني ما بعرف شو صار لي، بس من دون ما احس صرت اضربها. انا ندمان كثير. روح واعتذر منها، بلكي بتسامحك. اعتذرت، قلت لها بس صار اللي صار امي، هلا ما عاد تسامحني. بهالدنيا ما عاد في لي غيرك يفهمني. اشتقت لحضنك، لهيك جيت لعندك. حضن الام دايما ناطرك، بس انت تاخرت بجيتك. شو بيطلع بايدي؟ سامحيني امي، بدي اياكي تسامحيني. يعني ما رح تسامحيني؟ حتى انت زعلتي مني؟ حتى امك ما رضيت تسامحك؟ ليش مين رح يقبل يسامحك؟ كيف بدي صلح غلطي؟ شو بدي أعمل؟ بالفترة الأخيرة كانت أحواله صعبة شوي، وإذا كان في عليه غرامات أكيد رح يدفع. برأيي إنه أحسن شيء يجي لعنا ويسلم حاله، وإلا صاحب السفينة اللي غرقها ما رح يسكت بالمرة، وأكيد رح يحصل حقه ومع الفوائد كمان. مرته إمتى طلعت من البيت؟ مرته؟ ما بعرف إمتى طلعت بالضبط. افتح الباب ولاد، افتح الباب. بابا افتح الباب، صدقني ما رح تنفذ بعملتك يا قبطان.
افتح الباب. اهدى شوي مجد. مانن هون. مو هون؟ لا. مانن هون؟ ما في حدا من هون. ايه وينه بابا؟ ما منعرف. والشرطة كمان عم تسأل عنه. رجع جن الصبي، الله يسترنا هالمرة من جنانه. خسارة. حمام روحي سخني لي مي. طيب بس لا تقفلي الباب عليكي، يلا افتحي بترجعكي امي. بدي نظف حالي. سخني لي المي بدي اتحمم. مثل ما بدك، رايحة سخني لك المي. ناوليني اياها من عندك. ماما استني. ماما حبيبتي حطيت المي على النار، بدها شوي لتسخن. امي انتي عم تسمعيني؟ الله يخليكي افتحي الباب. والله رح جن حاكيني، الله يخليكي بس كلمه. امي انت ليش خايفه على ماما كل هالقد؟ لا ماني خايفة يا عمري، أنا بس ها. أهلا وسهلا. لك عندكم ياها وراثة بالعيلة؟ ليش عم تدق هيك؟ رح تكسر الباب. شوفي بابا اجى لهون. وانا شو بيعرفني؟ انت غبيه شي مرت عمي؟ يعني معقول ما بتعرفي مين اجى لعندك؟ ايوه والله هذا اللي كان ناقص. كيف بتحكي معي هيك ولا؟ شيل عيونك. ها بابا هون ولا لا؟ مو هون. تراك انت هون حضره القبطان؟ لك رد علي يا قبطان، رد يا جبان. اذا عندك شجاعه واجهني. ورجيني حالك يا قبطان، واجهني وش لوش. اطلع. برافو عليك، اهلا بالقبطان. تعال في كلمتين بدي حاكيك يا ولد. تفضل. أمي جبت لك المي.
عمري؟ ما رح روق تيتي، ما رح روق. خليكي عجنب. لك أمي شو عملت لك بابا؟ ها؟ فهمني ليش ضربتها؟ ابني روق. ها؟ ولك أنت مين اللي حطيت إيدك عليها؟ شو شنتك؟ ما رح تحل عنا؟ أخي بركو، ما عارف نعيش. أخي، أخي بعي بعده من وشي، بعده هيك؟ اهدوا شوي، تعي صفحة. لو شو ما صار ما حدا يتدخل، عم تفهموا علي؟ فوتوا، اتركونا. تعا، يلا اضرب. يلا. يلا. ليش ما عم تضربني؟ ها؟ خلص بكفي. نحن خلصنا يا زكي. انت تأخرت. ليش ما ضربتني؟ ها؟ علي؟ علي لوين؟ هيك ارتحت؟ ها؟ لما ضربت أبوك؟ احكي. خلصنا بقى تيتي. ليش ضربته لأبوك؟ لأنه ضربها لأمي. هو استغل غيابنا واجى لعندها وضربها. لك يا تيتي أنا شو عملت لك؟ لأنك ضربت لي ابني، وما دام القصة عندك تنحل بالضرب معناتها صار لازم أضربك. احكي، شو رح يصير هلا؟ شو رأيك ترجع تضربني؟ يلا اضربني مثل ما ضربتك. هالشيء مستحيل. استغفر الله. سكوت يا مجنون، سكوت. يلا مشي قدامي، خذني لعند امك. يلا